او لغز سر غامض او لغز. يبقى هير ذس واز ا ميستري يعني موتها كان عباره عن لغز. نو وان نوز واي شي دايد، ما حدش عارف ليه هي ماتت. يبقى اذا لما يجي يقول لي نو وان نوز، ما حدش يعرف، يبقى ده اسمه ميستري يعني سر غامض او لغز. رايت يور اوبينيون، كلمه اوبينيون مهمه برضو عندي هنا، بستخدم دايما قبلها حرف الجر ان، فبقول ان ماي اوبينيون يعني من وجهه نظري، ان ماي اوبينيون من وجهه نظري. Write your opinion about yesterday's match. اكتب لي رأيك عن ماتش امبارح. After the earthquake، كلمة مهمة برضو، كلمة earthquake اللي هو زلزال. Earthquake زلزال. The city became ruins. يعني ايه كلمة ruins؟ قلنا بقايا أو حطام، بقايا أو حطام. الحاجة الباقية من المبنى اللي تهدى ووقع ده اسمها ruins. There are many pyramids around the world. يوجد أهرامات عديدة حول العالم، ودي كانت موجودة في القطعة. We live in a big world، نحن نعيش في عالم كبير، يبقى world يعني العالم. Divers، ونخلي بالنا من divers والكلمة الشبيهة بيها اللي هي driver، يعني أنا لو زودت حرف الآر هنا بعد الدي هتديني معنى تاني اللي هو سواقين، driver سائق، إنما diver غواص أو غطاس. يبقى divers found some underworld ruins، وجدوا بقايا حطام تحت ال underworld يعني تحت الأرض أو underwater تحت المية. Cairo is a large city، لما اتكلم عن كايرو او الكسندريه بسميهم سيتيز. يعني ايه سيتي؟ قلنا سيتي معناها بيج تاون، مدينه كبيره. يبقى كايرو اذا لارج سيتي ان ايجيبت، مدينه كبيره في مصر. ان ايرث كويك، الزلزال كان ديستروي، يعني كلمه ديستروي بمعنى يدمر، ديستروي بيدمر. يبقى ان ايرث كويك كان ديستروي سيتيز، الزلزال بيدمر المدن. The Atlantic Ocean، كلمة Ocean قلنا مهمة من الحصة اللي فاتت بمعنى محيط، بيديني معناها إن هي Big Sea، يبقى Big Sea هو الأوشن، Big Sea هو الأوشن، بحر كبير. The Atlantic Ocean is very big، المحيط الأطلنطي كبير. My father built، built الماضي من build بمعنى يبني، يبقى built هنا بنى. A big house for us to live in، بنانا بيت كبير نعيش فيه. The sea waves، waves هنا بمعنى أمواج اللي هو موج البحر يعني. Rise، rise بمعنى ترتفع، وأيضا بتيجي مع الشمس بمعنى تشرق أو تسطع. يبقى the sea waves rise and fall، بترتفع وتنخفض. The ship sank underwater، the ship sank يعني sank هنا غرقت، الماضي من sink S-I-N-K. يبقى the ship sank underwater، السفينة غرقت تحت المية. How long can you hold your breath underwater، يعني تقدر تكتم او تحبس نفسك قد ايه تحت الميه. يبقى breath هنا بمعنى نفس او تنفس. The most famous pyramids are in Egypt، اتفقنا ان اكتر الاهرامات شهره هي الاهرامات اللي موجوده عندنا في مصر اللي هي جيزا بيراميدز. An ocean is a huge sea او a big sea، huge sea او big sea، يبقى huge معناها very big، huge معناها very big. دي أهم الجمل اللي ممكن تتقال على جزئية الريفيو، ههتم بالكلمات اللي هي التقيلة اللي قدامي دي، دي أهم كلمات عندي النهاردة. هنروح لجزئية الواجبات، يلا نبدأ نشوف السؤال الأول. طبعا ده كان عندي في الهومورك، في ناس كتير بعتت الهومورك بتاعها، وفي ناس طبعا لازالت مطنشة مش عارف ليه. تعالوا نشوف الجملة الأولى، بقول check my A on the internet، طالما قلت عندي انترنت يبقى اسمها بلوج، اسمها بلوج. نمبر 2، he goes to many amazing places، he is an adventurous، اسمه adventurous مغامر، اسمه hunter، 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 تمام، يعني صياد مغامر. what's your، اسمها what's your opinion، what's your opinion، ما رأيك فيه، ما رأيك فيه. نمبر 4، no one knows، ما حدش يعرف، يبقى خلاص ده mystery. No one knows where they disappeared، ما حدش يعرف هم اختفوا فين، يبقى it's a mystery، إنه سر غامض. The archaeologists، يعني كلمة archaeologist، كلمة archaeologists يعني علماء الآثار، يبقى archaeologist عالم الآثار. Discovered عالم الآثار. Discovered the A of sunken ship، طبعا هنا هو بقول discovered the ruins، discovered the ruins اللي هي البقايا أو الحطام بتاع السفينة sunken ship، السفينة الغارقة. The three A من دولة of Giza، of Giza يبقى اسمهم three pyramids، الأهرامات الثلاثة. A من دولة is a large building، هو مبنى كبير. That looks like، look like بيشبه triangle، شكل المثلث ده بسميه بيراميد. A pyramid looks like a triangle.
He works underwater. بيشتغل تحت المية. يبقى he is a diver. غواص. Alexandria is a beautiful. اسكندرية بعتبرها beautiful city. مدينة جميلة. Fish live in the نقط. طبعا مش هيعيش في حاجة من دولة غير الأوشن أو السي. الأوشن المحيط. The aim in دولت damaged. يعني damaged دمر. كلمة damage بمعنى يدمر زي destroy. Damaged all the buildings. دمر كل المباني. هو إيه اللي بيدمر المباني؟ earthquake الزلزال. They a new school. بقول they built. بنوا مدرسة جديدة. There are many pyramids around the قلنا around the world حول العالم. The pyramids are البيراميدز الأهرامات ديت طبعا معروف عن الأهرامات إن هي huge. يعني huge ضخمة very big. أمال إيه weak weak ضعيف small صغير وتايني تايني معناها very small. تايني معناها very small يعني أقدر أقول إن تايني عكس huge. تايني عكس huge أو enormous. تمام يبقى بقى أعرف عن البيراميدز إن هي huge ضخمة. Metals يا بتوع الساينس. Metals in water. كريم 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 طب بسملة ايوه ها metals ايه in water rice ها rice rice جاك قهوة سليم فاقولة سر يلا يا زياد طارق فلوت. ها فلوت برافو عليكم انتوا بتاخدوا ساينس يا سيرين فاول بتاخدوا ساينس سيرين فاول تعرفوا حاجه في الساينس تعرفوا حاجه في الساينس ميتالز يعني ايه يا شباب ميتالز يعني ايه سلمى احمد سير معادن ها ميتالز معادن المعدن الحديد ده بقول رايز بيطلع في الميه ولا فلوت بيطفو على وجه الماء ولا سينك بقول سينك الميتالز سينك الميتال سينك بتغطس بتغطس مش بتطلع على سطح الميه هو ما هوش وود ولا بيبر لا مش هي المفروض يغرق نعم مش هي المفروض يغرق سينك أيوة. ايوه بمعنى يغطس يغطس طيب يبقى الميتالز هنا سينك عكسها سينك هنا عكسها ايه رايس لا فلوت 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 الكلمتين انتوا واخدينهم في الساينس قبل كده سينك يغطس وفلوت يطفو بيطفو على سطح الماء يبقى هنا الاجابه الصح سينك ميتالز سينك بتغطس بي كيرفول ذا اوشن از بي كيرفول ذا اوشن از خلي بالك المحيط از هقول له رايزنج يعني في فيضان بيرتفع في ميه زياده The pyramids in Egypt are أهرامات مصر قلنا famous مشهورة. It's not camera. It can take photos in the sea. بتصور في البحر. يبقى اسمها underwater. Underwater camera. This book is هنبدأ من أول 19 في مراجعة 1 و 2. من أول 19 مراجعة unit 1 و 2. تمام؟ الناس اللي بتلعب تبطل لعب. هنبدا من اول 19 في مراجعه 1 و2 This book is هقول لك yours قلنا تاتي الاس في نهايه الجمله ما بيجيش بعدها كلام يبقى yours ours theirs his hers وهكذا يبقى yours الاجابه الصح علي is carrying علي carrying نقط باج يبقى بقول his bag his bag bike is it فانا بسال بهوز هوز اللي بدأنا بها أول يونت هوز ملك من بسأل بها عن الملكية سواء مع مفرد أو جمع يبقى هوز بايك زيت عجلة من ديت It's pen بقول It's Omar's قلنا طبعا بكتب الاسم وبضيف له أبسترف إس الملكية يبقى Omar's دي تالتة Girl is ندى كنا بنسأل بويتش ويتش جيرل ويتش بوي ويتش مان ويتش وومن ويتش 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 إنما في الإجابة بقول He is the man who boy who girl who woman who اي بني ادم هو في الاجابه هو انما بسال بويتش اي او ايهم they all day yesterday
اتفقنا وجود كلمة all مع yesterday بتديني past continuous tense زمن ماضي مستمر. إذن هقول they were playing. They were playing. He when it started to rain هقول he was walking. He was walking. ماضي مستمر مع وين هي قاعدة وين اللي خدناها قبل كده. قلنا وين يجي لي قبلها ماضي مستمر بعدها ماضي بسيط اللي هو started. يبقى لما أقول when it started هناك was walking. We are in religion. أنا بوصف هنا بني آدم يبقى هستخدم الـ ed كصفة مش الـ ing. يبقى we are interested in بنهتم بي. We are interested in وكلمة religion هنا بمعنى الدين. My friend's behavior قابلتنا الجملة دي قبل كده وتكررتها أنا في المراجعة. behavior يعني سلوكه. سلوك زميلي ده قلنا annoying. annoying يضايق. he said it. اه رحنا جزئية said. اتفقنا وجود said يبقى هناك بقول له ماضي. it يبقى هقول له it was. she was bored. قلنا she said. she said. he has a closed. قلنا tight bottle. tight bottle محكم او الغلق او مغلق جيدا. سالي is a girl. بقول له who. the competition was. المسابقة كانت tiring. tiring ing بما اني بوصف اشياء. the من دول damaged the buildings لسه حلينها من شوية. قلنا earthquake الزلزال. مين في دولة work under the sea واكيد في ناس غلطت فيها. work under the sea يبقى انا بقول له divers. اني divers فيهم. divers ده هي دي الدرايفر سواء انما دايفرز الغواصين. she writes an بتكتب an. قلنا طبعا اسي من اول يونت. she writes an اسي بتكتب مقال. نروح لجزئيه الرايت. that book is hers يبقى الاجابه النموذجيه هنا هقول that is her book. that is her book. number 2 those are their bikes. استخدم those bikes يبقى هقول له those bikes are theirs. those bikes are theirs. it's Minna's scarf. اسأل لي بهوز يبقى هوز scarf is it. هوز scarf is it. ونلاحظ لما بكون سؤال احط question mark يبقى هوز scarf is it. علي is the man who is driving a truck. اسأل لي بwhich يبقى هقول which man is علي. which man is علي. we are watching TV now. عايز اقول all day yesterday اوقات وساعة مع yesterday يعني حول لماضي مستمر. طب هو بيقول لي we are هتبقى we were watching TV all day yesterday. يعني هشيل كلمة now اللي بتدل على المضارع المستمر وحط مكانها all day اللي بتدل على الماضي المستمر. يبقى we were watching TV all day yesterday. I was sleeping when it rained. واللي وات واللي وات يبقى اقول لك هنا عايز حد يجاوبها لي. مهند what were you doing when it rained. برافو عليك. برافو. يبقى I was قلنا دي جملة امتحان على طول. I was اصلها were you يبقى اقول what were you doing when it rained. كنت بتعمل ايه لما الدنيا مطرت. I am interested in reading. استخدم reading. الله مين يلا مين جاهز يرفع ايده. ممكن اجاوب ياسر. هنا ياسر. ممكن اجاوب ياسر. هنا ياسر. هنا رفع الاول. هنا هتبقى reading is interesting. برافو. reading is interesting. تمام. number 8 watching TV is boring. عايز اقول وي ار يا عبد الرحمن احمد. We are bored from watching TV. We are bored. We are bored. We are bored. Number 9. عبد الرحمن السيد. There are clouds in the sky. Only he said. He said there were clouds in the sky. There were. تمام. Number 10. It's hot. Rudy. I will see. يلا. Number 10. He said it was hot. It was hot. تمام. Number 11. نور البرهامي. نور.
I was there. نور. نور. طيب سيف. سير ينفع أقولها؟ سير ينفع أقولها؟ سيف سيف. سير. يلا يا سيف. نمبر 11. أيوة. زي ار نويزي. عمرو سيد. زي وير نويزي. تمام. نمبر 12. نمبر 12 عايز شريف ابو العزم. شريف. ذا فيلم واز انترستنج. وقلت خلي بالك هي از ولا واز عشان بعمل زيها ماضي ماضي مضارع مضارع. نمبر 13 سلمى احمد سعد. The exam result were disappointing. عايز اقول we were. يبقى we were. سلمى. We were disappointed. We were disappointed. تمام. Number 14. دانا. دانا. ايوه. يلا. Ali is my brother. Ali is my brother. He is playing football. استخدمه. Who is Ali? Who is Ali? لا يا أمر. لا يا أمر. لا يا دانا. يا دانا. يا دانا. لو أنا ما عنديش الجملة ده هي. شايف الجملة اللي أنا محددها؟ شايفها؟ لو مش موجودة هقول الإجابة اللي أنت قلتيها. لو مش موجودة هقول الإجابة اللي أنت قلتيها. إنما لما يديني جملة وجملة يعني جملتين ما ينفعش أسأل بهو. ما هو السؤال. حاجة تانية يا دانا. هو اللي قدامي الدبليو فيها كابيتال ولا سمول؟ ده سمول. سمول يبقى ما ينفعش تيجي في الاول. ها اوديها فين بقى؟ ها ثاني سير ممكن اجاوب. هقول ايه بقى؟ طيب رحمة. طيب دقيقة واحدة خليكي معانا رحمة. رحمة احطها في النص. مين اللي بيقول؟ انا. مين؟ رحمة. تمام يا رحمة. يبقى هنحطها مكان الفلسطوب وهي. يعني هشيل الفلسطوب ده اهي وهشيل هي بس كده. دانا. يا دانا. دانا. ايوه يا سيف. معايا؟ شو سمعتيها؟ يبقى أيوة هشيل سمعتها. هشيل النقطه والهي ده هي. ما هي هو هنا محطوطه مكان هي. يبقى هقول علي از ماي براذر هو از بلينج فوتبول. قال اخويا اللي بيلعب كوره. يبقى اشيل الهي والنقطه واحط هي هو بس في النص. هو بس في النص. تمام. طيب طيب الجمله الثانيه بقى جميله. سلمى احمد واتش جيل از منى. منى is the girl who is drinking lemon. مين اللي قالك انها drinking lemon؟ صح طبعا. صح يا سلمى. صح, صح يا سلمى. انا ألفتها بس. تمام. اهم حاجة ان انا اقول منى is the girl who is وقولي اي حاجة بقى. playing, eating, drinking, sleeping, اي حاجة. المهم تقولولي منى is the girl who. منى اذا جيل هو. ما الاقيش حد بقى هنا يقول لي هشيل ويتش واكتب هو. ما ينفعش. انا هنا اخذنا السؤال ده باجابته ازاي بقى اسال وازاي بجاوب. قلنا بنسال بويتش بجاوب بهو في النص. بجاوب بهو في النص. يبقى ويتش جيل از منى بقول له منى اذا جيل هو از ريدنج بلاينج وهكذا. برافو. تمام. ملك زي ار احمد زي جلافز رايت كويستشنز. رايت كويستشنز ملك. أيوه سير. اسألي. تانية يا ملك. معاكي فرصة تانية. ملك فرصة تانية. ملك. أيوه سير. قولي إجابتك صح بس في ترتيب عندك عايز يتظبط. ها. أو سوري سير أور زير معلش. اصحي اصحي اصحي. انا بعمل سؤال. بعمل سؤال يبقى ار قبل زي. تمام. تمام. يبقى whose gloves are they. Are they number 2. I was born in Tanta. يلا يا كوكي. I was born in
أيوة حبيبي يلا. I was born in Tanta. Where did you born? جبت ديد منين يا قمر؟ جبت ديد منين؟ جبت ديد منين؟ يعني هو أنا عندي هنا إيه دي أو عندي ماضي شاذ؟ أنا عندي واز، عندي واز يا كريم من سنة رابعة يا كريم. إحنا بنقول I was أصلها إيه؟ I was أصلها إيه؟ Where you are? اصحى كريم. يبقى السؤال بقى Where you born والكويشن مارك. Where you born والكويشن مارك. تمام اضبط يلا. اول واحدة مين؟ انا هنا. هنا ياسر؟ ليه يا هنا؟ مش عارفة الاولى ولا ايه؟ لا اصل الصوت كان مقطع، فانا كنت عاوز اعرف الاجابه اللي عندي دي. لا جاوبيها انت كده، جاوبيها انت كده. هتبقى whose gloves are they. بس كده صح، والكويشن مارك ما يتنسيش. صح طبعا. تمام يبقى نمبر 1 زي ما هنا قالت وي ملك whose gloves are they. النمبر 2 زي ما كريم قال where you born. وقلت لكم من المره المليون اهو بقول دايما خلي بالنا من I was في الاجابه اللي بيسالنا عنها. لما يسألنا عنها يبقى where you، يبقى where you born والquestion mark. لأن أنا هنا السؤال نفسه right question، ده آخر سؤال بيجي لي في الامتحان، ده شكل آخر سؤال بيجي في ورقة الامتحان بالنسبة للlets. number 3 the film was interesting. اتفضل يا 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 ما فيش حد رفع ايده ولا ايه؟ طيب أنا طيب في لا في أنا. في أنا مهند. دي جملة مهند. How was the film؟ بس كده. سواء كانت interesting أو interested أو أي صفة في الدنيا، أو ظرف في الدنيا بسأل عنه بهاو. يبقى how was the film. ماشي يا ملك؟ was the film. ملك was the film. number 4 I was watching TV when the light went out. I was watching TV when the light went out. يلا يا عايزين حد ما جاوبش. فريدة. تمام يا سير. يلا. What do you do؟ يانا. انت ما كنت يا فريدة، انت ما كنتش معنا في الجملة ده. هي نمبر 2 كنت معنا ولا ما كنتيش؟ كنت مع حضرتك. طيب و I was ديت، I was ديت قلناها ايه؟ Where you what. طب ما تصحي بقى you... اصحي بقى. I was هي، تبقى هقول له ايه هنا؟ ها what where you عوض بقى ING. What were you doing when the light went out question mark. تمام قلت لكم خلي بالنا من I was، نخلي بالنا من I was. يبقى what were you doing when the light went out. هقول له I was watching TV. number 5 yes she speaks Arabic. جميلة الجملة دي، جميلة. هي قديمة بس جديدة بالنسبة لنا لأنه طبعا بيجيبها لي في سنة 6. يلا يا عبد الرحمن السيد استعد يا مرتي للي جاي. يلا yes she speaks Arabic. Does she speak Arabic؟ برافو عليك. وجود الاس يا شباب، وجود الاس مع الفعل يعني بسأل بدز. وشي هتنزل شي، طالما قلت دز يبقى سبيك بس، يبقى does she speak Arabic؟ Yes she speaks Arabic اللي هي she does يعني، يبقى does she speak Arabic. مرتي he said he was unhungry. ماروتي ماروتي يلا مش عارفاها. ما هي سيدة اهي. He said he was hungry. يبقى هقول السؤال اللي عندي في الجزئية دي في الجرامر، أنا بقول what. طيب ماشي ماشي يا مرتي. كريم. كريم أقول إيه what إيه. What were she said she he say هي من ده هي
سد يعني مضارع ولا ماضي؟ مضارع. سد ماضي. يبقى بعوض في الماضي بمين؟ بعوض في الماضي بمين؟ سي سيف. ما هي سؤالها تبقى سيف صح؟ سيف. What did he say? إيه مش المفروض لو احنا كنا حاطين عند هي حاطين هناك كنا قلنا اه بس انا حاططها لك هنا عشان تقول لي what did he say. ماشي يا مهند. What did he say يا مهند لو حاطين خط تحت هي واز تمام. انا كاتبها كده يا سيد بس كاتبها ايه؟ انا كاتبها كده بس افتكرتها غلط. What did he say؟ ماشي ده انا هتبحك. ماشي يا كريم. نشوف المحادثة ما بين هنا اللي هي أخت كريم وكارما. ماشي يا كريم. هنا بتقول did you visit the aquarium last week؟ قلنا yes I did. بسأل سؤال جاوبنا I saw a lot of sea animals. I saw a lot of sea animals. أقدر أقول هنا هوت what did you see أو what did you do. What did you see أو what did you do. الاثنين صح. I saw a lot of sea animals. What did you think about them? رأيك فيهم إيه؟ هيقول I thought they were amazing أو interesting أو exciting أو أي صفة. أي صفة. يبقى I thought they were exciting أو amazing. بنسأل سؤال تاني قال لي they said. يبقى what did they say. What did they say. Great. رائع. بقول له هنا هوت okay goodbye أو goodbye وخلاص أو see you أو see you tomorrow أو see you later أو bye bye. دي كلها إجابات صح. في أي تعليق على المحادثة؟ أي تعليق على المحادثة عند حد؟ في حد عنده إجابات تانية عايز يقولها؟ انا قلت اي صوت they were very cute. تمام. انا قلت اهوت اي صفه. قلنا اي صفه. اي صفه برضو عملت حاجه. ها يا سيه. ايوه عبد الرحمن معاك. انا عملت بتاعت يس اي what did you see. سي من الصو بقى. انت قلت ديدي يبقى سي. قلت ديدي يبقى سي. S-E-E. ايوه سير. في حد فتح المايك فالصوت ما مش واضح. الصوت مش واضح عشان احنا بنهزر عشان في ناس بتهزر. ماشي نشوف القطعة. قرينا القطعة ديت في الواجب. ايوه سي تمام. الحدوتة ان كان في قط مفتري شوية كان كل ما يشوف مجموعة مايس يعني فران يقوم قتلهم أو وكلهم. فمجموعة المايس اللي لسه عايشين قرروا يعملوا اجتماع. عملوا اجتماع عشان يتخلصوا to get rid of the cat. يتخلصوا من الكات and save themselves وينقذوا أرواحهم. they all asked بيسألوا بعض. فأنفر منهم قال إحنا نديله فلوس عشان يسكت. نديله رشوة يعني فلوس عشان يسكت وما يكناش سير. ناس تانيين أيوة هي مايس دي جمع مايس جمع ماوس. مايس ام اي سي اي جمع ماوس ام او اس اي اللي هو فار. تمام. جمع شاذ زي تشايلد وتشيلدرن. يبقى ماوس جمعها مايس مش ماوسز. تمام. ما حدش بيقول تمام. تمام يا سيد. وانس ابونا طايم يعني ذات مره او في يوم من الايام. وانس ابونا طايم يحكى أن أو ذات مرة there was a cat. كان في قطة and some mice وبعض الفران. the cat killed many of the mice. قتل كتير منهم and ate them وأكلهم. so one day في يوم من الأيام the mice had a meeting. عملوا اجتماع. meeting اجتماع to get rid of. get rid على بعضها. get rid of على بعضها بمعنى يتخلص من. لكي يتخلصوا من الكات and save themselves وينقذوا أرواحهم. They all asked how they could stop the cat and save themselves. إزاي يمنعوا القط ده إنه يأكلهم وكمان ينقذوا نفسهم. A little mouse في فار صغير كده سيد قال let's give him some money and he will be able to buy food. يلا نديله فلوس ويشتري بالفلوس دي طعام وما يكوناش إحنا.
then he won't kill us ومش هيقتلنا. All the mice shouted, كل الفيران اللي سمعوا الرأي الحلو ده صرخوا فيه وقالوا له we haven't got money, هو احنا معنا فلوس؟ معناش فلوس. A second mouse said, فار تاني قال let's shoot him, shoot يعني نطلق عليه رصاص, يلا نطخه يلا نطخه, let's shoot him. They all shouted, كلهم قالوا له don't be silly, ما تبقاش غبي. silly هنا بمعنى سخيف او غبي, ما تبقاش غبي. we haven't got a gun, معناش gun مسدس او بندقية. A third mouse said, فار تالت قال let's put a bell around his neck, يلا نحط جرس حوالي رقبته. then we can hear him coming, هنسمعه هو جاي ناحيتنا يكوننا. so we can run away, ساعتها هنقدر نهرب منه. and hide somewhere, ونستخبى في أي مكان. that's a good idea, فكرة جيدة. everybody shouted, كلهم قالوا له فكرة رائعة. then a wise old mouse, فار كبير كده عجوز وحكيم عاقل يعني, قال لهم ايه؟ Who will put the bell around the cat's neck? مين الشاطر فيكم بقى اللي هيعلق لنا الجرس حوالي رقبة الايه؟ الكات. سؤال الاول, what did the cat do to the mice? الكات بتعمل ايه to the mice؟ هقول the cat killed many of the mice and ate them, لحد them. number two, why did the mice have a meeting? عاملين meeting ليه؟ عاملين اجتماع ليه؟ to get rid of the cat and save themselves, لحد النقطة. number three, what are the ideas to get rid of the cat? الايدياز يعني الافكار, ايه الافكار اللي اتقالت للتخلص من الكات؟ اول فكرة هقول اللي هي to give him money, let's give him money, دي الفكرة الاولى. الفكرة التانية let's shoot him. الفكرة التالتة let's put a bell around his neck. number four, the second idea was, الفكرة التانية اللي هي بتاعت قتله ديت كانت to a, قلنا to kill, يعني kill هنا معناها shot فوق, يبقى كلمة shot معناها kill, يقتل. the first idea was, الفكرة الأولى اللي هي بتاعت الماني دي نديله فلوس ده, الفكرة ديت كانت bad, سيئة طبعا لأنهم رفضوها bad. number six, the third idea was to put, الفكرة التالتة ان احنا بوت قبل نحط جرس حوالين رقبة القط. طبعا دي القطعة اللي عندي. بعد كده مديني شكل لي باراجراف مطلوب مني بيتكلم عن حاجة اسمها famous ruin اللي هو دمار مشهور او يعني كان فيه المهم كارثة طبيعية. باراجراف زي ده هو مستحيل انه يجي لي في امتحان من الامتحانات, مستحيل انه يجي لي في الامتحان من امتحانات, تمام؟ ولكن هو بيقوم على ايه؟ هو مبني على ايه اللي هي famous ruin؟ مبني على جزئيه القطعه اللي اخذناها في الريفيو في المراجعه اللي كانت بتتكلم عن البيراميدز اللي موجوده اندر ووتر, تمام؟ كون جمل عاديه بسيطه خالص عليها ما فيهاش اي مشكله, ومش مهم بالنسبه لي خالص, مش مهم بالنسبه لي خالص, انا جبته بس لانه موجود طبعا في اسئله الكتب الخارجيه. لكن كنموذج الامتحان لا طبعا مش ممكن انه يجي لي في امتحان من الامتحانات. زي ما قلت قبل كده نماذج الامتحانات بالنسبه لي للباراجرافز حاجه زي الحاجات الطبيعيه اللي بناخدها, زي مثلا a visit to the aquarium, زياره للاكواريوم, زياره للزو او البارك, تمام, زياره للبيتش اللي هو مثلا how to spend your holiday, بتقضي اجازتك فين على البيتش مثلا, تمام. اتكلم عن الفيفوريت هوبز الهوايات بتاعتك, تمام, زي الريدنج مثلا او سويمنج غيره. حاجات تانية زي الفيفر سبورت, هي ديت الباراجرافز اللي بتتكرر قدامي انا في الامتحانات بالنسبة لنا سواء كنا في رابعة او خمسة او ستة واعدادي كمان زي ما قلت قبل كده. بالنسبة لي الامتحان اللي كان موجود عندي على يونت 1 و 2 ده اكزام اون 1 و 2 اون 1 و 2 معنى كده انه مهم, اون 1 و 2 معنى كده انه امتحان مهم. محادثة fancy seeing you يعني انا مبسوط ان انا شفتك, مبسوط ان انا شفتك او شفتك. وسألنا سؤال قالت لي ويل اي ام جوينج تو ذا دنتستز, كلمه دنتست بس طبيب اسنان, طب ولما اضيف لها ابوستروف اس, الابوستروف اس هنا بتشيل المكان بتاع الراجل ده, يبقى هنا معناها انا رايح عياده طبيب الاسنان, يبقى دنتستز هنا عياده طبيب الاسنان. طب انا بقول اي ام جوينج, يبقى هسال فوق واقول وير ار يو جوينج, وير ار يو جوينج, ايوه فين هو بتاع مش حلينا القطعه ديت,
يعني كان اخرنا 51. يعني الامتحان ما كانش معانا؟ لا. طب يلا نحله مع بعض عشان هبعت لكم، عشان بعد الحصه هبعت لكم امتحان، بعد الحصه هبعت لكم امتحان تاني غير ده. يلا سير هنطبعه ولا هيكون جوجل فورمز؟ لا هو بي دي اف، وممكن اعمله لكم صور، يا بي دي اف يا صور، ابعته على الجروب وانتوا بتحلوه باي طريقه بقى، صور ونحله. هيبقى ده اللي هيبقى الهوم ورك بتاعك، الامتحان هيبقى الهوم ورك بتاعك على جوجل. ما على جوجل هيبقى مشكله، جوجل جوجل اخره بالنسبه لنا تشويس، اختياري اختياري، مفيش فرصه محادثه، مفيش فرصه قطعه، مفيش فرصه. تمام الاختياري الاختياري احلى احلى، ما هو احلى عشان خلاص. شفت امتحان الساينس؟ امتحان الساينس طبعا درجتك اللي طلعت لك مش حقك. ايوه يا استاذ، ناقصه كتير قوي. انا بقول اهو امتحان الساينس، انت ممكن تبقى مجاوبه صح بس محسوبه غلط، الكمبيوتر او جوجل حاسبها غلط. فلا مش هظلمكم انا في كده، احنا جربناها مره في جزئيه الرايت وقلنا خلاص مش هنعمل كده تاني. انا ممكن يبقى فيه اكسرسايز، فيه حاجه ميني تيست كده على جوجل ماشي، انما انا مش همتحن في اخر السنه اختياري كله. تمام حضرتك يا سير، محتاجه الامتحان ده النهارده ولا عايز اسبوع بكره؟ اي اسبوع بكره مفيش مشكله. تمام ماشي، هنكمله، هنعتبره الواجب بالنسبه لنا، واحنا هنحل دلوقتي لحد ما الحصه خلاص. الحصه قدامنا اساسا ايه ده؟ اقل من دقيقه، اقل من دقيقه. طيب سير. ايوه احنا فيه سي. ايوه سير، هو الامتحان اللي انت سبعته على الجروب ده واجب ولا امتحان؟ هقول اهوت، انا قدامي دلوقتي امتحان اللي هو 52 و53، ده واجبكم في المذكره. تمام انا بقول الوقت 52 و58، الوقت قدامي اقل من دقيقه. 52 و53، تمام؟ ده واجب، ده واجب.